هذا الشيء الأهداء قصر المحبة أخواتك. أو استوديو قصر المحبة أبتدي باسم الله المعبود وأهل القصيدة مرحبا ترحيب تنحس بالعوايد والسلوم مرحبا عند الرجال أهل المواقف الشديدة عد ما لحس برد وعد ما تنصر يومي وامدح اللي بهيليق العز وعلومي سديدة أبو محمد راعي الجزلات للجزل قدومي الكريم راعي الجزلات للجزل قدومي محمد يروم العز وحكمه رشيدة ذاك راعي المرجلة وللمراجل مصيدة الله الله أبو محمد يروم العز وحكمه رشيدة ذاك راعي المرجلة وللمراجل سندة أرحب يا شيخ انت على قلب وخصالة حميدة الشجاعة والكرم والجود وكبر العزومي الشجاعة والكرم والجود وكبر العزومي الجزالة والشهامة والكرم علي رصيدة والعلوم الغانمة في سيرة عز النجود الجزالة والشهامة والكرم علي رصيدة والعلوم الغانمة في سيرة عز النجوم أبو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله شيخ عز شيخ طالة والمواقف وسدى أبو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله شيخ عز شيخ أهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول طيبين الساس ما تخرج وعدها انتوا أهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول طيبين الساس ما تخرج وعدها مرحبا عند الرجال أهل المواقف الشديدة عد ما لحت فرز وعد ما تنقر يومي وامدح اللي بهيليق العز وعلومي سديدة أبو محمد راعي الجزلات للجزل قدومي الكريم راعي الجزلات للجزل قدومي أبو محمد يروم العز وحكمه رشيدة ذاك راعي المرجلة وللمراجل الله الله أبو محمد يروم العز وحكمه رشيدة ذاك راعي المرجلة وللمراجل سندة أرحب يا شيخ انت على قلب وخصال حميدة الشجاعة والكرم والجود وكبر العزوم الشجاعة والكرم والجود وكبر العزوم فالجزالة والشهامة والكرم علي رصيدة والعلوم الغانمة في سيرة ساعد جنبي فالجزالة والشهامة والكرم علي رصيدة والعلوم الغانمة في سيرة ساعد النجومي أبو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله شيخ عز وشيخ طالة والمواقف وسدى أبو محمد بالكرم والطيب ما نلقى مثيله شيخ عز وشيخ طالة والمواقف وسدى شيخ عز وشيخ طالة أهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول طيبين الساس ما تخرب وعدها انتوا أهل الطيب والنماس وسيوف صقيلة من زحول طيبين الساس ما تخرب وعدها 00966501065171 أو استوديو قصر المحبة.